بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان، غفر الله له ولشيخنا ولوالد شيخنا وللسامعين ووالديهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب كتاب الحدود والتعزيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في أحكام الحدود. الحدود جمع حد، وهو لغة المنع. وحدود الله تعالى محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها. والحدود في الاصطلاح الشرعي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاني. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. الآن وصلنا إلى كتاب الحدود والتعزيرات. طبعا ابن القيم عنده كتاب كامل اسمه الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، هذا للشيخ بكر أبو زيد، ألف كتابا تاما بعنوان الحدود والتعزيرات عند ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، المتوفى سنة 29 و400 و1000، وطبع في دار العاصمة سنة 1415 الطبعة الثانية، وصفحاته تصل إلى 508 صفحات، إلى 508 صفحات. طبعا تكلم فيه لما الشيخ بكر أبو زيد قام بدراسة فقه ابن القيم، فقال: لقد تحصل لي من السير في ذلك المشروع المبارك، وهو تقريب فقه ابن القيم، أن لابن القيم مباحث عزيزة أن لابن القيم مباحث عزيزة في الحدود والتعزيرات. يقول سبحان الله: منتشر في 14 كتابا من مؤلفاته. ثم ذكرها: أحكام أهل الذمة، أعلام الموقعين على رب العالمين، إغاثة الأفان من صيد الشيطان، إغاثة الأفان في حكم طلاق الغضبان، بدائع الفوائد، تهذيب سنن أبي داود، الداء والدواء، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، الروح، زاد المعاد في هدي خير العباد، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، المنار المنيف في الصحيح والضعيف، والكتاب الرابع عشر والوابل الصيب في الكلم الطيب. وقد شرحنا الحمد لله الكتاب الأخير هذا، ونحن الآن أيضا في شرحنا لمدارج السالكين. فالشاهد من هذه الكتب استخرج ما كان ابن القيم رحمه الله في الحدود والتعزيرات، وألف في كتاب وصل ل500. وطبعا الشيخ جماعة، الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، هو شيخ جماعة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. انتهى. والحكمة في تشريع الحدود أنها شرع الزواجر للنفوس ونكالا وتطهيرا، فهي عقوبة مقدرة لحق الله تعالى، ثم لأجل مصلحة المجتمع، والله تعالى أوجبها على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها الطباع البشرية، فهي من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد. فلا تتم سياسة الملك الملك سياسة الزواجر، لأنها نائب فاعل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. فهي من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد. فلا تتم سياسة الملك إلا بزواجر
إلا بزواجر وعقوبات لأصحاب الجرائم، ومنها ينزجر العاصي ويطمئن المطيع، وتتحقق العدالة في الأرض، ويأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، كما هو المشاهد في المجتمعات التي تقيم حدود الله، فإنه يتحقق فيها من الأمن والاستقرار وطيب العيش ما لا ينكره منكر، بخلاف المجتمعات التي عطلت حدود الله وزعمت أنها وحشية وأنها لا تليق بالحضارة المعاصرة، فحرمت مجتمعاتها من هذه العدالة الإلهية ومن نعمة الأمن والاستقرار. وإن كانت تملك من الأسلحة والأجهزة الدقيقة ما تملك، فإن ذلك لا يغني عنها شيئا حتى تقيم حدود الله التي شرعها لمصالح عباده. فإن المجتمعات البشرية لا تحكم بالحديد والآلة فقط، وإنما تحكم بشريعة الله وحدوده. وإنما الحديد والأجهزة آلة لتنفيذ الحدود الشرعية إذا أحسن استعمالها. وكيف يسمي هؤلاء المنحرفون حدود الله التي هي هدى ورحمة للعالمين، كيف يسمونها وحشية ولا يسمون عمل المجرم المعتدي وحشية، وهو يروع الآمنين ويجري على الأبرياء ويخلخل أمن المجتمع؟ إن هذا هو الوحشية، وإن الذي يشفق عليه أظلم منه وأشد منه وحشية. ولكن إذا انتكست العقول وفسدت الفطر، فإنها ترى الحق باطلا والباطل حقا، كما قال الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. هذا ولا يجوز تطبيق الحد على الجاني إلا إذا توفرت شروط تطبيقه، وهي كما يلي: الشرط الأول أن يكون مرتكب الجريمة بالغا عاقلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، رواه أهل السنن وغيرهم. فإذا كانت العبادة لا تجب على هؤلاء، فالحد أولى بالسقوط لعدم التكليف، ولأنه يدرأ بالشبهة. الشرط الثاني أن يكون مرتكب الجريمة عالما بالتحريم، فلا حد على من يجهل التحريم، لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: لا حد إلا على من علمه ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. وقال الموفق بن قدامة: هو قول عامة أهل العلم. فإذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة، لما نقرأ ولم يعلم لهم مخالف، هذا يسمى عند الأصوليين الإجماع السكوتي. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. فإذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يترتب عليها الحد الشرعي، فإنه يقيمه عليه الإمام أو نائبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، ثم خلفاؤه من بعده كانوا يقيمونها. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه، حيث قال: واغد يا أنيس، واغد يا أنيس. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وقال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وأمر صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ولم يحضره، وقال في سارق: اذهبوا به فاقطعوه. ولأن الحد يحتاج إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف، فوجب أن يتولاه الإمام أو نائبه ضمانا للعدالة في تطبيقه، سواء كانت الحدود لحق الله تعالى كحد الزنا، أو كانت لحق الآدمي كحد القذف. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: الحدود التي ليست لقوم معينين تسمى حدود الله وحقوق الله، مثل قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين. فهذه من أهم أمور الولايات، يجب على الولاة البحث عنها وإقامتها من غير دعوى أحد بها، وتقام الشهادة من غير دعوى أحد بها، وتجب إقامتها على الشريف والوضيع والقوي والضعيف. انتهى. ولا تجوز إقامة الحد في المسجد،
وإنما تقام خارجه لحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد الأشعار، وأن تقام فيه الحدود. والمراد بالأشعار المنهي عنها الأشعار غير النزيهة، وتحرم الشفاعة بالحد بعد أن يبلغ السلطان لأجل إسقاطه وعدم إقامته، ويحرم على أولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وقال صلى الله عليه وسلم في الذي أراد أن يعفو عن السارق: فهلا قبل أن تأتيني به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يحل تعطيله، أي الحد، لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرها، ولا تحل الشفاعة فيه. ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال رحمه الله: ولا يجوز أن يؤخذ من السارق أو الزاني أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوه مال تعطل به الحد، لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث. وإذا فعل ولي الأمر ذلك جمع بين فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت، فترك الواجب وفعل المحرم. وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب ونحو ذلك لتعطيل الحد سحت خبيث، وهو أكثر ما يوجد من إفساد أمور المسلمين، وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره وانحلال أمره. انتهى كلامه رحمه الله. فالجرائم لا يحسمها ويقي المجتمع من شرها إلا إقامة الحدود الشرعية على مرتكبيها. وأما أخذ الغرامة المالية منهم وسجنهم وما أشبه ذلك من العقوبات الوضعية فهو ضياع وظلم وزيادة شر. قال فقهاؤنا رحمهم الله: إن الجنايات التي تجب فيها الحدود خمس، هي الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والقذف، وما عدا ذلك يجب فيه التعزير كما يأتي بيانه إن شاء الله. وقالوا: أشد الجلد في الحدود جلد الزنا، ثم جلد القذف، ثم جلد الشرب، ثم جلد التعزير، لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد لقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وما دونه أخف منه في العدد، فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. وقالوا: من مات في حد فهو هدر ولا شيء على من حده، لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو تعدى الوجه المشروع في إقامة الحد ثم تلف المحدود فإنه يضمنه بديته، لأنه تلف بعدوانه، فأشبه ما لو ضربه في غير الحد. قال الموفق رحمه الله: بغير خلاف نعلمه. انتهى شيخنا حفظكم الله. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هنا المصنف عفى الله عنا وعنه ورزاه الله عنا خيرا وعن المسلمين، لما انتهى، ونحن طبعا الآن في ختام هذا الكتاب المبارك، لما انتهى من القصاص والجنايات دخل في الحدود والتعزيرات، وهذا كله ترتيب منطقي. تعرفون ربع العبادات، ثم بعد ذلك تأتي ربع المعاملات، ومنها يبدأ بالبيوع، ثم بعد ذلك تأتي في أحكام الأحوال الشخصية، أحكام الأسرة يعني، وما يكون طبعا في بالنسبة للبيوع هي طويلة طبعا، وتكلمنا عنها، القرض، الرهن، الضمان، إلى بعدين الشركات، بعد ذلك المشاقة والمزارعة،
إحياء الموات، ثم بعد ذلك كتاب الفرائض، وبعد ذلك أحكام الأسرة للنكاح والطلاق. النكاح تحته طبعا أبواب أحكام النكاح، الخطبة، المحرمات، الشروط، بعد ذلك الطلاق، الخلع، الإيلاء، الظهار، اللعان، ثم جينا بعد ذلك للقصاص، القصاص والجنايات، ثم بعد ذلك إلى الحدود والتعزيرات، وبعد ذلك طبعا سيكون من الأحكام الأخرى التي حقيقة أنا ما أعرف إيش المقصود ب انتهى رابط الدعوة هذه باشمهندس، حقيقة ما أدري الشباب ماذا أرسلوا أنا ما أدري، ما شفت أحد دخل، ما أدري هل في إشكالية في الرابط أو، لكن أغلب الأسماء هم معانا يستطيعوا الدخول، الأسماء موجودة في المجموعة يقدر يستطيعوا ليش يستطيعوا الدخول. طيب بعد الحدود والتعزيرات يأتي الأطعمة، ثم الأيمان والنذور، وبعد ذلك كتاب القضاء. طيب أولا لما نأتي للحدود لابد أن نعرفها، إيه معنى الحدود وإيش معنى التعزيرات وما الفرق بينهما، ما الفرق بين الحدود وما الفرق بين التعزيرات. لما نفقه هذه الأشياء إن شاء الله ونعرف تعريفاتها نستطيع نفهم ما نحن بصدده إن شاء الله. طيب نأتي الآن نعرف ما هي الحدود. طيب الحد مقدر، أما التعزير مفوض إلى رأي الإمام، ولذلك قال في كتاب رد المحتار قال الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر. إيه معنى الحد مقدر؟ يعني معروف حد الزنا وتحته تقسيمات، إذا كان محصن أو إذا كان غير محصن معروف ما هو حد شارب الخمر، معروف ما هو حد قذف المحصنات، هذه حدود مقدرة نزل فيها الكتاب ونزلت فيها السنة. أما التعزير فهو لما لم يرد فيه نص ويرجع فيه إلى رأي الإمام، كذلك الحد يدرى بالشبهات والتعزير يجب معها، والحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه، والحد يطلق على الذم والتعزير يسمى عقوبة لأن التعزير شرع للتطهير. وأيضا بعض المتأخرين زاد أن الحد مختص بالإمام والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من رأى أحدا يباشر المعصية، وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير، وأنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير، وأن الحد لا تجوز فيه الشفاعة، وأنه لا يجوز للإمام تركه، وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير. هذه 10 ذكرها صاحب رد المحتار. أيضا الفرق بينها من حيث العقوبة، الحد يكون بالقتل والصلب وجلد 180 جلدة، وأيضا قطع اليد والسجن والنفث ونحو ذلك، والتعزير ليس فيه شيء محدد وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام فيضرب أو يسجن أو يفعل غير ذلك مما يراه الإمام.
ولكن لا ينبغي له الزيادة في الجلد على عشرة أسواط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. وهذا متفق عليه، واللفظ للإمام البخاري رحمة الله على الجميع. طيب، عندنا شبهة، وهي أن الحدود وحشية، وأنها نوع من التوحش، فهذا إنما هو من الكلام الباطل، وإنما هو من الافتراء، وما شرعت هذه الحدود أيها الكرام الفضلاء إلا أنها كما قال الشيخ هنا إلا لحفظ الضرورات الخمس: المال، فشرعت حدود السرقة، والعقل، والعرض، فشرعت حدود الزنا وقذف المحصنات واللواط، والدين، فشرع ما كان فيه من الحدود الردة، والنفس، فشرعت الحدود فيه للقتل إذا كان خطأ أو إذا كان عمدا أو إذا كان شبه عمد، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. وكل ما يدار من أهل الشر والفجور بمثل هذا وأمثالهم وأضرابهم إنما هو كلام باطل لا وجه له. ولا شك مثلا لما نأتي إلى الزنا، هذا جريمة من أقبح الجرائم، وموبقة من أخبث الموبقات، وفاحشة من أشد الفواحش، ومنكر من أبشع المنكرات. والزنا جريمة شنيعة مشينة منكرة مستقذرة في جميع الشرائع والملل والأعراف الأخلاقية في كل عصر ومصر. ولذلك النفوس جبلت على النفرة من الزنا والزنا وبغض الزنا والزنا. وما من أحد من الناس صاحب فطرة سليمة إلا ويستقبح ويستنكر ويستبشع أن تزني زوجه عفوا الله وإياكم أو ابنته أو أمه أو أخته، إلا من كان عديم رجولة ومروءة، خبيثة نفس وطبع. ولذلك هل توجد امرأة عفيفة لا تستقبح ولا تستنكر ولا تستبشع أن يزني زوجها أو ابنها أو أبوها أو أخوها؟ ولذلك حتى هذا ما كان موجودا حتى عند الجاهليين. ولذلك قالت هند لما جاءت تبايع النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو تزني الحرة؟ والزنا مفاسده عظيمة، من هتك الأعراض، اختلاط الأنساب، انحطاط الآداب، إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس، فساد المجتمع وتهديده بالفناء والانقراض عن طريق إشاعة الفحش والفجور والتبرج والسفور وانتشار الأمراض الجنسية المعدية. وأنتم الآن لما تسمعون عن انتشار أمراض الإيدز والهيربس والتيربس والسيلان والزهري، هذه كلها من إيش؟ عفوا الله وإياك، ما من قوم تشيع فيهم الفاحشة حتى تنتشر فيهم حتى يشيعوا بها إلا وسلط الله عليهم الأمراض والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولذلك لما تشيع الفاحشة والفجور والتبرج والسفور وتنتشر هذه الأمراض الجنسية المعدية وتفقد الثقة بين الأزواج والزوجات وتقطع العلاقات الزوجية وتفكك الروابط الأسرية ويتعرض النسل للخطر والضياع وتشرد الانحراف. ولذلك إن السعي لإشباع الغريزة الجنسية بالحرام يؤدي لعزوف الشباب عن الزواج، فيقل بناء الأسر التي هي لبنة المجتمع
يضمحل المجتمع حتى يتلاشى، ومن ينظر إلى أوروبا يفهم هذا. لكل ذي عقل سليم، والمرأة إذا حملت من الزنا وربما قتلت ولدها، فبذلك جمعت بين الزنا والقتل، وهذا مشاهد في كثير من الجرائم في كثير من بلاد العالم لمن يتابع الأخبار في ذلك. طيب، وإن كانت متزوجة وقتلت ولدها، جمعت بين الزنا والقتل والخيانة الزوجية. طيب، الزنا قد ينتج عنه الحمل، ويتوهم الزوج أنه منه فينسبه إليه ويقوم بتربيته، ويرث هذا الولد ممن ليس بأبيه. وأنا لقد اطلعت على قضية في إحدى الدول من دول المسلمين، أن هذا الرجل متزوج له 13 سنة بامرأة، ويعمل خارج البلاد، يعمل في بلد أخرى، وله المرأة عندها 4 أولاد نسبتهم جميعا إليهم، حتى اكتشف بعدما كبر الأولاد وصلوا 12 سنة وعشر سنوات لغير ذلك أنهم ليسوا بأبنائهم. ثم إذا بفضيحة طويلة عريضة وقضايا استمرت شهورا ودهورا في نفي هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأولاد. فهذا الذي أيها الكرام الفضلاء يتوهم الزوج أنه منه، ينسبه إليه ويقوم بتربيته، ثم يظهر أنه ليس من أسرته وليس من مائه وليس من دمه. فأضف إلى ذلك إذا ورث هذا الولد ممن ليس بأبيه، ولذلك الزانية تجلب العار لزوجها وأهلها ولدها، وربما قتلت زوجها من أجل عشيقها، وهذه قصص تسمع بها كل يوم في بلاد المسلمين لما رحم الله عز وجل. أول ما يكتشف أمرها تقتل من؟ تقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها. فلذلك هذا كمثال، ولو طال المقام أخذنا مثال على هذا أيها الكرام الفضلاء، قص على ذلك كل هذه الجرائم. فلذلك لما تأتي هذه الحدود أيها الكرام الفضلاء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي أنزلها الله من فوق 7 سماوات، والذي خلق فسوى وقدر فهدى. فلما تأتي هذه الحدود، ونحن أخذنا الزنا كمثال لشدة انتشاره وشدة فساده، فكل من تسول له نفسه الإقدام على هذه الجريمة الشنعاء، لما يستحضر عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت للمحصن، وعقوبة الجلد للزاني للغير المحصن وتغريب عام، يزجره ذلك فيستيقظ ضميره ويؤنب نفسه ويرجع عن الزنا، وبذلك تكون عقوبة رجم الزاني المحصن وسيلة لكف الناس عن الإقدام على الزنا فيرتدع أشد الردع. وكلما اشتدت العقوبة قوي المنع، قوي المنع. وقس على ذلك أيها الفضلاء الكرام لكل ما يكون من ماذا، لكل بعد ذلك ما يكون من أمور أخرى من مثل هذه البلايا ومثل هذه الأشياء. ولذلك أهل العلم الراسخين يرون أن هذه الحدود تطهر النفوس وتطهر هذه المعاصي التي يقع فيها هؤلاء الناس. ولذلك الشيخ محمد الأمين رحمه الله في أضواء البيان قد تكلم على ذلك وأجاد وأفاض. وهناك أيضا كتاب لمجموعة من المؤلفين بعنوان محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، فيتكلم فيه على شبهات حول حدود الإسلام وإلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. فكل هؤلاء الناس الذين يتكلمون في مثل هذه الأشياء
إنما عافانا الله وإياكم لا يريدون خيرا لا للإسلام ولا للمسلمين ولا للمجتمع البشري بصورة عامة. إن شاء الله في المجالس القادمة إن شاء الله نتكلم ونفيد على ما ذكره المصنف في الشروط إلى غير ذلك، لكن جعلنا هذه تقدمة فقط لذلك. صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.